السلام عليكم، معكم الاخت كريمه، ولهذه اول مره تزوروا القناه ادعوكم الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد اليومين ان شاء الله. اذا اليوم حنحضر معكم وصفه رائعه حلوه عصريه بزاف بنينه، تنجموا تاكلوها كومين تارتولات، وتقدروا ديروها كومين غاطو تاع المهرس. اذا الحلوه تاع نهار اليوم حلوه المهرس بلا غاناش تاع الشوكولا. اذا بدون اطاله نعطيكم هنا المقادير التاليه الخاصه بالعجينه. نبداو بالعجينه، نعطيكم كامل المقادير تاع العجينه وطريقه تاع العجينه. لاغاناش بعد ما نكمل كامل يعني يطيبوا القوالب تاعنا، راح نعطيكم المقادير تاع لاغاناش وكيفيه التحضير. اذا هنا بدون اطاله نعطيكم المقادير التاليه. عندنا هنايا نصف فنجان تاع الشاي مملوء هنا كما راكم تلاحظوا بزيت المائدة، ما يعادل 4 ملاعق كبار تاع الزيت. عندنا كاس تاع السكر وكاس تاع لا مايزينا. للوزن الصافي هنا تاع الكاس 240 ملل. بالنسبة للبيض عندنا بيضة كاملة وصفار بيضة واحدة اللي هي راح نحولها هذاك البياض ونديرو الصفار فقط. عندنا لافاني وعندنا 250 غرام تاع الزبدة. اذا نبدا عندنا هنايا عفوا راس ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. اذا نبداو على بركه الله بالزبده. نبدا نخلط الزبده مليح باليد حتى تشوفوا باللي الزبده تاعكم بدات تذوب. هنا بعد ما بدينا نذوبوا الزبده راح نضيف هنايا البيض. البيض اللي قلت لكم هو عباره عن صفار بيضاء وبيضاء كامله. نخلط هكذا جيدا البيض مع لو سكر غلاس حتى تحسوا بلي زاد بدا يذوب. ومن بعد هنا مباشره نضيف السكر، سكر ناعم ضروري جدا. ومن بعد هنا مباشره راح نضيف الزيت بالتدريج، نخلط جيدا. لازم حتى تذوب تماما الزبدة. هنا مباشرة راح نضيف مايزينا هكذا، ونبدا نطم المايزينا تاعي. وندير عطر الفانيلا، راح نضيف راس المغرب كيما قلت تلاحظوا نصف ملعقه مسوحه تاع خميره الحلويات. ما نضيفوهاش مع الفارينه، نضيفوها مع الخليط هكذا، نذوبوها مليح مع الخليط. الان هنا نبدا نخدم بالفارينه غير بشويه، تقريبا راح نديروا واحد 400 غرام تاع الفارينه، ممكن اقل ممكن اكثر، لانه على بالكم كاين الفارينه اللي تشرب كاين الفارينه اللي ما تشربش. اذا هنا نلمو فقط ما نعجنوهاش، نلم العجينه ونرجع فيما بعد بقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا العجينه تاعي بعد ما طميتها هذه النتيجه اللي حصلت عليها، تجي طريه بزاف تقريبا تحسوها بلي راهي تلاصق، ما تخافوهاش. اذا هنا راح نوزن الكره تاعي فيها 30 غرام. هاد الكرة هذه تاع 30 غرام نكورها هكذا جيدا، من بعد نحكم العجينة تاعي هكذا. مستحيل ديري ديراكتوم العجينة في القوالب تاع المهرس، لأنه القاعدة هذيك تجيك خشينة وما يجيش كامل على قوام واحد. لاحظي الطريقة الصحيحة اللي باش تجيك فريمون المهرس تاعك يجي لداخل كامل قوام تاعو واحد ويجي ناجح. تحليها قبل بيدك من بعد تخليها هكذا غير بشويه بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على قاعده تكون متجانسه يعني كامل على شكل واحد، ما تجيش فيها تحتها تجي شغل معمره بالعجينه والفوق تجي فارغه هكذا. بصبعنا هذاك الوسطاني نبدا نهبط العجينه هذيك بشويه، شوف هكذا، ونضغط على الحواف خلاص يعني القاعده هذيك ما نزيدش نمسها هكذا. بعد ما نساويوه كامل في الوسط الان راح نبدا نضغط هكذا يا مطروف
نخرج هذاك السايد ونقطع بهذه الطريقة هكذا، ومن بعد نزيد ندير له كامل هكذا نجوز له مع الطروف باش كامل يحكم لنا فورم وحده، ما يجيش جهه رقيقه وجهه خشينه، وهكذا حتى تكملوا. من بعد تحكموا العود تاع الشوا ولا الكردون وتقبوا من الداخل هاك. ملاحظه، الا شفتوا العجينه تاعكم جاتكم واعره في الخدمه ديروها في الثلاجه مده نصف ساعه وخدموا بها هكذا. من بعد نحكم انايا العود هكذايا ونتقبها من الداخل هكذا باش ما تطلعش. نكمل كامل الكميه ونرجع فيما بعد بقاو معنا. كما راكم تلاحظوا نصف هدرتها كما قلت لكم تختيلات سبقت وريت لكم الطريقه هذه، وهو ليك المهرز. انا بما انه ما عنديش الكيسات بزاف صافينا راح نستعين نعود نطيب لكم تيتي ونعاود. اذا انا نخليهم يطيبوا على نار 170 درجه، هذه هي درجه الحراره يطيبوا عليها. كي يطيبوا من تحت زيدوا ديروها من الفوق. الا خفتوا يطلعوا تقدروا تعمروها بسمو باي نوع من البقول، يعني تقدروا تعمروها باللوبيا ولا بالعدس يكون كبير ولا بالحميصه، ديروا بابي كويسون ولا الومنيوم وتحطوا من فوق الحبيبات. اذا انا نطيبهم ونتلاقاو فيما بعد بعد ما يبردوا ونحضروا مع بعض كيفيه تحضير لاكارناش. ما بعد ما بيد لي تارتولات تاعينا مع تاع القوالب تاع المهرز مع لي تارتولات يطيبوا. اذا بقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا على درتي يدك على ديريش يدك اذا هنا راح نعملو مع بعض لاكارناش اللي راح نزين به الوجه تاع الحلوه ديالنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا عندي 100 غرام تاع لاكريم فخاش ليكيد راح ندفيها، و100 غرام راح نديرها بارده. بالنسبه للشوكولا عندي 250 غرام تاع الشوكولا السوداء، تحبوا ديروا تاع الحليب كيما تحبوا. اذا بدون اطاله بسم الله انا راح نجيب كاسرونه ندير فيها كريم ليكيد هكذا، هذه اللي راح ندفيها نديرها فوق النار تسخن فقط ما ندخلوهاش تغلي، ندفيها فقط على نار تكون هادية. شوفوا نجيب هنايا طبس يكون واسع نحط فيها الشوكولا نفرغ عليها لاكريم فريش هذيك اللي دفيناها، ونخلط هنايا جيدا نبقى نحرك حتى تذوب الشوكولا تماما. اذا هنا بعد ما ذوبت الشوكولا جيدا انا راح نضيف لك كريم فريش المتبقيه. نخلط جيدا حتى تتجانس كامل المكونات. خلطوها هكا حتى تخلط تماما، تحسوها بلي راهي تثقل، هي كل ما تبرد تبدا تثقل. نجيب ورق الشفاف الخاص بالمطبخ ونغطيه ونلصق على ذاك البابي حتى يلحق هكذا باش ما يديرناش هذيك الطبقة اليابسة هكذا هكذا، ونخلوه يبرد تماما. بعد ما يبرد نرجع. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا القوالب تاعي بعد ما طابو بردو تماما. الآن راح نجيب كراميل ولا أي نوع من
الحاجة اللي تلصق بالبن، استعانة بالبنسو، نطلي هنايا غير من فوق هكذا باش نزين الوجه هكذا باش نديرو لا فينيسيون. شيت هاد الحبيبات هادو الذهبيين، بعد ما نطلي الوجه هكذايا نجيب الحبة ديالي ونغطسها هكذا باش نزين الفوهة تاع هاد الحلوى. كمل نزين كامل الوجه ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما زينت هنا الفوهة تاع الحلوى ديالي، كيما راكم تلاحظوا نص درتو بالفضي ونص بالذهبي، ودرت كذلك هكذا لي طارتولات هادو ما صغار فقط باش نوريكم تقدروا ديروا عدة اشكال. هنا كيما راكم تلاحظوا عندي الجوز، هنا راح نخدم فقط بالسكين ندقدقو فقط، ادعوا لي بالشفاء راني تحرقت عبالكم مع الحلوه هذه تاع العيد، وخرت كامل يديا بالحريق. حضروا على روحكم هكذا ندقدقو كامل هكذا غير بالسكين هكذا شغل نكسرو. هنا راح ناخذ كميه تاع الجوز هكذا نعمر قاعدة هكذا بالجوز. ما عندكمش الجوز تقدروا ديروا كاوكاو، ما عندكمش كامل المكسرات تقدروا تستغناو عليهم، ديروا فقط الكراميل. انا هنا باش ما يخرجليش الكاطو تاعي يقهم شريت زبدة تاع الفول السوداني، قلت باش تنقص الحلاوة باسكو ديجا العجينة فيها السكر والشيكولا راهي كامل سكر، قلت باش يجي شويه خفيف من الحلاوه قلت نعوض في عوض ندير الكراميل ندير زبده الفول السوداني، ويبقى على كل حال اختياري. الطبقه الثانيه ندير زبده الكاوكاو هكذا، تبقى تكون خفيفه فقط صغيره هكذا حتى نكمل كامل الكميه تاع القوالب اللي عندي. كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما بردت لاكاناش تاعي تماما، راح نجيب الباتور. شوفوا كيفاش تحصلوا على هاد الكريمه، شوف القوام تاعها، شوفوا ديجا هكذا راهي حكمه روحها. نجيب الباتور ونطلعها جيدا بسرعة تكون متوسطة. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا تجي كريمة ولا أروع. إذن هنا نجيب كيس الحلواني نعمر هذاك الكيس الحلواني بهاد كريمة الكاناش هكذا، نبدا نعمر بسم الله، نزين الوجه تاع الحلوة تاعي بلا قناش. إذا كيما نزين كامل الحلوة تاعي ونتلاقاو على مائدة التقديم، بقاو معنا. إذا كيما راكو تلاحظو هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها، زينتها هنا كيما راكو تشوفو بورد الشوش والورقة الذهبية. نتمنى الوصفة تاعنا اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم، إلا عجبتكم متبخيوش علينا بجام، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم. قبل ما نروح حبيت نقسم لكم حبة وتشوفوا الشكل تاعها من الداخل، الهشاشة تاعها كذلك الكريمة كيفاش تجي طرية، والعجينة كي طيب تجي تفتت تجي ما شاء الله. إذا النتيجة هنا أمامكم، نتمنى الوصفة نالت إعجابكم، نتلاقاو وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى، السلام.